شو في عندهم مرض وشو في عندهم هاي. لثلاثين ألف عيلة بالمنطقة عرفانينهم بالتفصيل، مو يعني بس الاسم، لا لا، بكل البيانات اللي بيخطر ببالكم شو تعرفوا موجودين هدول عنا. فمشان هيك بصفي انت عرفاني ان هون شو ممكن يشتغل المكان. بس اخر سؤال بنتهي لك دكتور هاني، بس الامر هام كتير. مستعد المانح يغامر مع قضية المخاطر ممكن يعني تتعرض لها المشروع؟ يعني نفرض انه بيفتح بسوق مناطق اخرى، تمام، فهذا السوق قد يهاجم، قد الى اخره، ففي له مخاطر معينة ممكن تلاقي مشروع. مستعد المانح خلينا نقول يمشي معك بهي الخطوات، ولا لا بتتوقع انه هو ما انا مستعد الا يدخل معك مشروع 100% متاكد النجاح؟ هلا لنحكي التكلفة الكبيرة في هذا المشروع شو؟ الأرض. لا نحن الأرض موجودة. اليوم إذا وجدت مانح بفكر إنه أنت راح تجيب أصل. هاي الأرض قصفت ما قصفت، هاي من هو من سيدنا آدم حتى قيام الساعة ستبقى الأرض أرضاً. ما في مجال تروح، ما بتختفي. الأرض هي أرض. فالمانح اللي عنده بده شيء ثابت لفترة طويلة، اللي له أنت ما بدي منك شيء. التكلفة الإجمالية اللي هي تبعية الشوادر وما الشوادر هي شغلة بسيطة، أنت بتأمنيها من الأمور العادية. أنت هو أهم شيء يوقف لك الأرض، إذا أوقف الأرض انتهى الموضوع. هي التكلفة الحقيقية الكبيرة، وهي مقصوفة ما مقصوفة بعد 100 سنة هي إله، راح تضل الخير وراح تضل هذا الأمر، وستبقى مردود للمؤسسة. قد تصبح متر الأرض هون $1,000 في المستقبل. أنا يعني فيعني ثروة مثل اللي أوقفوا بمكة واليوم يعني قيمتها كذا ومليار. هن سيدتين يعني في اسمهم وقف كانوا جايات من الهند، اعتمروا حجوا طالعين، قالوا لهم في ناس ما بتلاقي مكان تبات، فأجوا اشتروا بقايا فلوس معهم، اشتروا بيت جنب الحرم وأوقفوا. اليوم قيمة هذا $1,200,000,000، هذا البيت اللي أوقفوه، هذا الوقف الكبير، نسيت اسم الهي، بس أنا أحد مدير أوقاف مكة هاي. فأحياناً هاي الأمور تجد لها مانح، تقولي له هذا استقرار، ما أنه شيء مشروع يعني رح يمشي هيك أو أنه بيتلف. طبعاً الله يعطيك العافية. أنا رح عندك إضافة ولا سؤال ولا إضافة؟ لا كمان. تعليق إضافة. شكراً لك. بس أنا أشكر بس المهندس خالد والأستاذة إيمان. أنا أعرف جنبك عشان لا تعليقكم السؤال عشان بايكم ملخص. طبعا أنا مش محتاج لمانح. طبعا في الحتة دي يعني زي ما تقولي واضح الرؤية، مش محتاج لمانح، لأن أنا عندي عمالة وعندي قدرة، بس ما عنديش قدرة مادية. يعني أنا كامرأة أو كشاب عندي القدرة الذهنية والقدرة البدنية وعندي الوقت اللي فاضي وعندي منطقة أنا فيها، فأنا مش محتاج لمانح أجنبي يجي لي يقول لي عشا. يعني المشروع بتاع اللي أنت عملته الرقم ده، أنت عملته $2 للدمبر، في مؤسسة تانية بتعمله مش عارف بمئات الآلاف، فأنا مش محتاج الفلوس دي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا عندي مكان هحط فيه الـ 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 القدرة اللي كام يا ستي 200 × 7 1400 فرصة لعرض منتجاتك في الأسبوع. يعني كل يوم عندنا 200 قطعة في 7 أيام في الأسبوع، يبقى 1400 فرصة ليك إنك تخرجي، ولأن أنا أخرج وأعيش حياة كريمة وابتدي إن أنا أنتج شيء في البيت. فأنا بوفر مشروع لحفظ الكرامة. هنتعثر في الأول، لكن ما هوش، لذلك احنا قلنا ايه، ما نشتريش أراضي، الأراضي مكلفة، نأجر أراضي، وفي ناس مزارعين مش عارفين يعملوا في الأرض بتاعتهم وعايزين يأجروها. فأنا برضك بدور شريحة تانية من أصحاب رؤوس الأموال المجتمعية داخل الوطن في المنطقة دي كلها، ما بيطلع لهم ربح لما كانش عنده عمالة تزرعوا الأرض بتاعته. فبالتالي انا مش محتاج ابدا، بل بالعكس، ان المانح ده هيجي يسعى ورايا عشان يلاقي مشروعي بعد 6 أشهر بقى ناجح. هتكلم عن قصة نجاح 42,000 فرصة عرض لمنتجاتك في السنة. انا منهزرش، نهزر ليه؟
يا ما احنا ضربنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وتعلمنا وفشلنا وبعدين نجحنا. دلوقتي احنا بنحط فكر جديد، اللي عايز يمشي فيه اهلا وسهلا، مش عارف يمشي فيه الدنيا واسعه، الدنيا واسعه اللي عندنا. ده نمره واحد. نمره اتنين، الجمال في الموضوعين دول بتاع المزارع وبتاع المدرسه الرقميه التكنولوجيا شويه، هي والتعليم البعدي، لكن المزرعه والسوق من الارض، بذره وانت بتزرعها، بذره واحنا بنزرعها ولابد تنجح، والبذره اللي ما وراهاش فلاح عمرها ما هتنجح وتحول لشجره او تحول بعض الشجره الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا. فبينفذ ببساطه المشروع، ابو 2 دولار بتاعك عند زنون، المشروع ده ابو 2 دولار على الدمبر، ب 10000 دولار ل 200 اسره. انت عايز اكتر من كده ايه؟ احنا وليه احنا نعتمد على مانح يجي يقول لك كذا وكذا وكذا وحط شروطه؟ يجي المانح وانا عندي منتج ابيعه زي ما انا عايز. يعني عادل امام يبيع الفنكوش، فاكرين الفنكوش؟ ويقول له هو الفنكوش، يقول له اعمل اي حاجه بس سميها فنكوش. ولو انت مبدع، انت بتبيع شيء مش موجود لشعب غبي. انت بتضحك، دي حقيقه الى الان بيتعمل. انا مش عارف اطلع منتج، مش عارف اطلع منتج. انا هطلع منتج من كل بيت، من كل بيت هطلع منتج. ده لا، ومش منتج واحد من كل بيت، من كل بيت هطلع اربع او خمس منتجات. شكرا. تعالي بقى انت يا جمانة. شكرا يا استاذ خالد، لان انت دلوقتي بتمد عمري كمان 50 سنة. ها؟ تؤمن بنفس الافكار؟ لا، انا اللي بؤمن بافكاره. ما شاء الله. يلا عشان بقى رجل الفكر. دكتور عبد الرحمن معك مرة اخرى، حتمتعنا ايضا في